زي ما قلت لكم قبل الفاصل، زي ما عندنا مشاكل عندنا جواهر وكنوز احنا بس ما نعرفش مكانها، ولما قررنا ان احنا نعمل ليله صعيدي قلنا نفتح الصندوق، والصندوق له مفاتيح، ففتحنا بالصندوق المفاتيح ووجدنا اشياء جميله جدا. اتمنى ان انتم تشاركوني معاها النهارده ونشوف نماذج لشباب فعلا مبدع وفعلا عنده فكر، وعلى فكره جريء جدا وعنده جرأه ما تتخيلش انها موجوده في الصعيد. النهارده في هذه الفقره عندنا هنشوف نماذج لفن تشكيلي مختلف ورائع، وهنشوف ايضا نماذج لخزف ولنحت مختلف أيضا، من كله من الصعيد وقصور الثقافة في الصعيد. أولا خلوني أرحب بالأساتذة، دكتورة فوزية بنجا رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي طبعا تابع لقصور الثقافة، والدكتور منصور المنسي عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط ورئيس لجنة تحكيم هذه المسابقة اللي طلعت لنا الشباب دول. نشوف بقى الشباب، يعني شباب وأكبر سنة من شباب، بس شباب ولا شباب. اولا عزه فؤاد، عزه ماجستير في بحضر ماجستير وبعمل نحت في موضوعي عن المقرنصات الاسلاميه. وكسبتي جايزه عزه؟ المركز الثاني في التاني على المستوى اللي انت انهي النحت الاشكال الجبس. طيب هنشوف دلوقتي النحت اشكال الجبس. عندنا اسراء، اسراء عز الدين خريجه تربيه نوعيه وبكمل ماجستير ومشاركه بلوحه التصوير وخدت جايزه الصالون التشجيعيه. طيب هنبص على اللوحة دلوقتي. حسن السويفي، حسن السويفي باحث دكتوراه مجال الخزف، واخد جايزة لجنة التحكيم الخاصة في المعرض عن أعمال الخزف بتاعتي. ومين معانا كمان؟ مي عبد الناصر. مي عبد الناصر مصورة، فنانة تشكيلية مصورة ومشاركة برضو بلوحة التصوير. طيب هنفرج على اللوحة بتاعتك دلوقتي يا مي. وحسين رمضان، حسين رمضان مدرس تربية فنية بالأزهر وتخصص تصوير وبحث ماجستير وحته تصوير هناك ان شاء الله. تربيه فنيه بالازهر. ده مهم جدا، ده رسم اللوحه الكبيره. اللوحه الكبيره بس برافو على التربيه الفنيه في الازهر، ده مهم جدا على فكره ان التربيه الفنيه تبقى موجوده في الازهر. طب اولا قول لي يا دكتور، يعني دي كانت ايه المسابقه وعملتوا ايه معاييرها ومين اللي قدم؟ طبعا وكل الشكر اولا لمعالي الوزير سيد اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط على دعمه الكامل لحركه الفن التشكيلي في اسيوط، وايضا شكر موصول للسيد الاستاذ الشاعر والاديب الكبير سعد عبد الرحمن رئيس الهيئه العامه لقصور الثقافه الجماهيريه، وشكر ايضا للاستاذه الفاضله الفنانه اللي انا بكتشفها النهارده والاديبه الاستاذه الدكتوره فوزيه ابو النجا. قول لي بقى اول مره تعملوا المعرض ده او المسابقه دي؟ المعرض بيقام هو للمره 21، ولكن هي المسابقه الاولى كمسابقه في الفن التشكيلي ما بين جميع الفنانين الشبان، وده خاصه بالشباب، يعني مسابقه خاصه بالشباب تحت سن 35 سنه. يعني انتوا كنتوا عاملين معايير شباب تحت سن يعني تحت سن 35 سنه. 35 سنه. فتقدموا حوالي 27 فنان شاب، وتم تحكيم الاعمال من خلال لجنه تحكيم اكاديميه. استاذنك في عرض اسمائهم لان هم قاموا بجهد وفير. الزميل الفنان النحات ممدوح الكوك، الزميل الفنان الدكتور وجدي رفعت، الزميل الفنان سعد سيف الدين، الزميل الفنان حسن جابر. والتقييم تم على اسس ومعايير، اولا معالجه كيف يعالج الفنان قضايا العصر اللي احنا بنعيشه دلوقتي، الى جانب الالتزام بالقواعد الاكاديميه، الى جانب قدرته على ابراز الجوانب التعبيريه والتشكيليه من خلال سواء في تخصصاته المختلفه، من خلال العلاقات اللونيه او من خلال اهتمامه بالفن. طب هنشوف بقى رايك في اللوحات دلوقتي. بس دكتوره فوزيه، لما فكرت ادعبس في الصعيد وقلت لا لازم في جوه الصعيد ده كنوز، يعني اجمل اصوات، اجمل، يعني انا عارفه ان في مواهب كتيره ولكن يمكن لا يضاء عليها. انتوا في قصور ثقافة وسط الصعيد، أولا قصور ثقافة وسط الصعيد دي فيها إيه؟ المنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد. أربع محافظات على فكرة. طبعا. لا، وأربع محافظات فيهم يعني تقريبا محافظتين فيهم ليهم خصوصية، من حيث انهم يعني كان في يعني في بؤر ظلاميه وفي هجمه كانت، ويمكن ده من خلال الفن قدر في الشباب دول انه يخترق البؤر الظلاميه اللي بتتكلمي عليها دي.
لا، هو البؤر الظلامية ما قدرش يخترقها هذا الفن، لكن احنا بنقدم ده للشباب عشان يقدر يقاوم ده، علشان يقدر يعني نقدم حالة معرفية وحالة إبداعية وحالة تعبيرية من خلال هؤلاء الناس، لأنه الناس اللي بتدخل المعرض بتستفيد من كل هذا، سواء أطفال أو كبار بيحسوا هذا الجمال بيلمسوه، وبعدين بييجوا المكان برضو يمارسوا مجموعة أخرى وكبيرة جدا من الأنشطة، بحيث إن إحنا بنخلق حالة عالية من الجمال. عندكم إيه في قصور الثقافة؟ بتعملوا إيه؟ أنا يعني عندي مجموعة من أنشطة بقدم من خلالها حالات معرفية وإبداعية وتعبيرية وأخلاقية. زي أنا مثلا عندي بشتغل على مجموعة من المفردات. أولا المسرح، وكما تعلمي أهمية هذا المسرح. عندكم مسرح؟ أنا عندي مسرح وفي قصور الثقافة وفي بيوت الثقافة، وعندي مسرح أندية مسرح أخرى لهواه. أنا لسه عاملين مهرجانين مسرح، مهرجان أندية يعني مهرجان الأندية، وده بيعتمد على الهواه، ومهرجان للقوميات وقصور وبيوت الثقافة. لا تتخيلي حضرتك، أنا في المهرجان الأخير عرضنا 16 عرض مسرحي. والجمهور أخباره إيه؟ كان مليان القاعة تحت وفوق، لأنه أسيوط كانت لفترة كبيرة قصر الثقافة كان تحت الإحلال والتجديد، وكما تعلمي هو معمول من الستينات. صحيح. لكن يعني بعد الإحلال والتجديد أصبح منارة حقيقية بمعنى الكلمة، يعني أصبح محدث وبيقدم الفن من خلال شكل جذاب وشكل يرضى عنه الناس. فالحقيقة أنه احنا يعني بنقدم كل هذه المفردات عشان يعني نعمل نوع من الذائقة العالية والذائقة الفنية العالية والمعرفية والتعبيرية. الفن يواجه الإرهاب، الفن يواجه الظلام، الفن هو ده سلاحنا. ويمكن بنعمل ده كمان مش بس على المسرح، وعندي فرق فنون شعبية، وعندي أنشطة أندية أدب بتطلع شعراء وأدباء، وأنا بعمل لهم كمان يعني بنشر لهم كتب من خلال المسابقات ومن خلال لجان تحكيم عالية. أيضا في عندي رعاية المواهب، يعني لما بلاقي مواهب في الأطفال إزاي بقدر أسقلها وأتولاها. أنا ممكن يعني حقيقة حاجات كتير جدا على اللوحات يا جماعة. يعني أنا حاجات كتير يعني مين الشباب اللي كانوا معنا، الشباب الرسمين لو حتى تعالوا معايا كده عشان نحاول يعني تشرحوا لي لوحة لوحة. تعالوا جنبي كده عشان بس الناس تشوف. تعالي اولا، مين اللي راسم دي؟ انا. اسراء. انت اللي راسمه دي؟ برافو عليكي. يعني لا يعني احكي لي انت، قولي لي. هو انا اساسا بعبر فيها عن القيود او الحاجات اللي بتتحكم في الفنان او البنت بشكل عام يعني. بس القيود دي بقى بتتمثل في ضغوطات المجتمع، افكار معينه مسيطره على المجتمع هنا. بس اسراء، انتي رسماها لابسه فستان كتافه عريانه، اخترتي اللون الفوشيا او الاحمر عشان ده كله اختيار. اكيد. وبصل النور، وبصل يعني النور، هي بصل للجزء الملون في اللوحه وعايزه تمشي بقى. في هنا جزء احنا هنا عندنا ضلمه وهي بصل النور علشان عايزه تمشي. والكراسي. ايه الكرسي ده؟ ده الكرسي هو عاوزها تبقى معاهم، يعني تبقى قاعده معاهم على الكراسي، مش عايزها تمشي. او كان الكرسي بيشدها عشان هي تبقى قاعده معاهم. دي فكره عظيمه جدا بجد. يعني قولي لي الفكره دي جات لك ازاي؟ انت جالي احساسك ده ازاي وانت بنت صعيديه موجوده في اسيوط؟ يعني هو ما يكون مثلا في دماغي طموح او حلم معين وبتمنعني عنه حاجات صعب ان انا اخرج منها. بس فقلت اعبر ده عنه في اللوحة. انت بتحسي بكده، انت كفتاة من الصعيد بتحسي نفسك في ايه، وبتحسي ان قيود المجتمع وقيود الحياة بتوقفك عنها؟ يعني مثلا الحرية، مثلا اني لك تنزلي اني اسافر اروح واجي كده. بس فهي الحاجات دي بتبقى حتى لو مثلا مش السيطرة من الاهل او المجتمع، بيبقى خوف يعني من الحاجات اللي بتحصل. طبعا طبعا. بس انت بتحبي اسيوط؟ مبسوطه هناك؟ انا عايزه اقول لك ان اسيوط مدينه جميله جدا، انا روحتها. بس ايه اللي بيقلقك في الحياه؟ يعني في الحياه عامه حاجات كتير يعني. والخوف من المستقبل برضو، والحاجات المسيطره على افكار المجتمع نفسه. بس يعني
برافو عليك. يعني انا حاسه فعلا ان انا شايفه فكر متقدم جدا. طيب مين بقى حسين؟ حسين انت عامل انهي لوحه؟ انت عامل دي. دي لوحه مهمه قوي يا حسين، وانا زي ما قادره افهم يعني كده. اولا ده كل ده يا جماعه زيت طبعا. كل ده اكريليك. ده اكريليك. اشرح لي. هو يعني حضرتك شفتيها، انا شايفه الارهاب يعني ما يمثل الارهاب والغربان، وهو حاطط معاه المولوتوف، ازاز المولوتوف في صدره مظبوط كده. وطبعا كل السماء الملبده بالغيوم، السماء الملبده بالغيوم، ولا يعني هي يعني حاله عشتها في فتره يوم فضه عصام رابعه، وزي كل الميادين في مصر كان ده شارع الجمهوريه في اسيوط حصل فيه فعلا كده، وانا كنت شاهد على الحدث يعني. فطبعا عربات الشرطه كانت مستهدفه، ومحلات الاخوه المسيحيين، وكان واضح يعني ان ده تخريب مش ثوره يعني. ومجتمع الغربان انا عبرت، معروف ان المجتمع الغربان يعني تماسكه بينه وبين بعضه كده في عشيره واحده بس، مجتمع مخرب يعني. وهو القائد بتاعهم واحد من الناس اللي هم واخدين صوره الدين في شكل اللحيه، وطبعا هو طاير مش يعني حاكم الغربان مش من مصر، من بره مصر. وخلي بالك انت رسمه طاير. وهو يعني ممكن الناس تتخيله ان هو عملاق. لكن احنا في الشغل الاكاديمي بتاعنا معروف ان ليه في نسبه للراس للجسم. فهنا لا، نسبه الراس زادت عن نسبه الجسم، فكده اصبح قزم ما اصبحش عملاق. طبعا ده هيعرف. وبعدين عند في منظور للشرع، ايده بص انا ملاحظه ان ايده مختلفه، ايده فيها هو ايديه في يعني هو ايديه ما لهوش ايدين. هو ده يا اما مكتفه كده وراء، يا اما يعني ما مش طايل يعني، وضع اللي هو التخريب ده مش طايله، هو بره مصر. انا بتخيل ان الاساس في اللي حصل في مصر مش من مصر، هو بس هم مجموعه زي اللي هم زي غربان بينفذوا اوامر جايه من الخارج. برافو عليك. مجموعه لونيه فيها يعني منها المفرح ومنها عشان بس الناس تتقبل الالوان، وفي نفس الوقت فيها تفاصيل كتيره يعني لو حبيت تشوفيها. لا تفاصيلها اولا انا معجبه جدا طبعا بتكوين الالوان هنا في السماء ما بين المفرح والمغيم يعني انت التكوين الالوان عندك عظيم. حتى النار اللي انت مكونها برضو تكوينها جميل، والسماء فيها كانها موج يعني كانها بحر. انا بس هو يعني هو الفن مرآة الشعوب، وانا كفنان ولما شفت الحدث ده فكان لازم اتكلم عن قضايا دول. طبعا انطبع في عقلك وضميرك ومشاعرك. انا ما اشتغلتش فن يعني، مع المخزون ولما اختمرت الفكره فحبيت يعني اطلعها بالشكل ده. خدت منك وقت قد ايه؟ لا هو بالنسبه كفنانين ما يتحاسبش علينا المجهود في العمل، يتحاسب علينا الفكر والتخطيط والسكتشات والتنظير والبحث. بتعملوا كم سكتش يا شباب في القصه دي؟ يعني اسراء بتعملي عملت كم سكتش؟ لا انا دي رسمتها على طول. ما رسمتيها يعني على طول؟ هي شبهك؟ شويه مش كده؟ بتحس انها شبهك. اسراء بنت جميله، والبنت اللي مرسومه هنا جميله، بس فيها تخيلي انها فعلا شبه اسراء. حسين خدت وقت قد ايه؟ بصراحة أسبوع بس. أسبوع. سنة تنظير البحث وبحث عن المفهوم عشان أعبر بصدق، ما أحبش يعني أبالغ في الحكاية. منى أنت رسمتي إيه؟ مي. مي سوري مي رسمتي إيه؟ ده مشهد لطفلة بتجر طفلة على البرويتا. هي الفكرة كلها من الشغل بتاعي أن أنا بشوف مشاهد معينة في الأرياف بتستفزني، يعني بتبقى جميلة بسيطة، يعني ساعدتهم في أنهم بيلعبوا بحاجة بسيطة كده وبتفرحهم، وبعبر بده بالألوان المبهجة برضو، يعني استخدامي كلها. هي بتعملها ايه؟ بتعملها طفيرة ولا ايه؟ لا هي بتزقلها البرويتا بتاعت الأرز بيلعبوا بس هي صورة مفرحة يعني فيها كثير من الروح على فكره زي الوان. يعني انا عايزه اقول لك ان انت مثلا اول ما دخلتي عليا انت مبهجه، يعني في الوان مبهجه ومشهد مبهج، فانا حسيت ان انت شبه الصوره. ممكن اكيد بتعبر عني طبعا. هي بتبقى يعني يعني شحنه معينه بتطلع مره واحده كده في اي لوحه، اي مشهد بشوفه بيعجبني او بيستفزني بشتغل. حاسه ان طفل الصعيد بيلعب باقل حاجه بابسط حاجه يعني حاسه انه يعني هو ده اللي انت حبيتي تعبري عنه. ده فعلا، وبالذات في القرى، يمكن المدينه بيبقى في حاجات كتير ترفيهيه، لكن في القرى بتبقى حاجات بسيطه قوي، يعني اقل حاجه عندهم بتبسطهم، اقل حاجه لعبه. دي بتاعت زلط اصلا
بيلعبوا هي بتلعب بتاعه البونه بتاعه الزلط دي بتلعب بيها وهي بالنسبه لها حاجه كبيره قوي دي المرجيحه بالظبط كده. الالوان تكوينها ايضا يعني حقيقي جميل. البيوت ورا زي بيوت القرى المبنيه بالطوب الني يعني كل الالوان جميله جدا. وليه ما فيش وشوش؟ انا بعبر عن الروح اكتر من الملامح يعني. انا مش بهتم بالتفاصيل قوي يعني. حتى تلاقي كل حاجه مبسطه في تسطيح في اللوحه بتاعتي اكتر من ان انا بهتم بتفاصيله وان انا اظهر الحاجه بارزه. بس ده بحس الامور بتتحس اكتر يعني. ده احساسي في اللوحه بس. بس انا برضو عايزه اقف يعني انت برضو ما يعني الملامح مش واضحه. ده انت قصدها؟ يعني انا مش عايزه ابين ملامح. انا ببين الاحساس بتاع اللوحه مش اكتر يعني. المشاعر اللي ممكن توصلك من لوحة بس. لكن انا مش بهتم بالتفاصيل يعني. جميل جميل جدا. نيجي على اللوحه الاخيره وما اعتقدش ان صاحبتها موجوده بس دي واخده المركز الاول. المركز الاول مظبوط يا دكتور. اللوحه دي الاجرأ يعني. برغم ان انا شفت لوحه اسراء جريئه برضو جدا لكن اللوحه دي بالنسبه لي هي الاجرأ زي ما انا شايفه كده. اولا ده كتابه وفي بعض الاشياء الفرعونيه الوجوه. لكن البنت بنوصل لمرحله انها وكانها عاريه. يا حضرتك بالنسبه للوحه بتاع الفنانه ايناس ضاحي هي بعنوان اشعار الحب في مصر القديمه. يعني مستوحاه لان هي اعتمدت على ان هي بتاخد النصوص اللي كتبت على الجدران وتمثل قيمه الحب عند مصر القديم. وابتدت تعالج برؤيه معاصره من خلال استعاره الوجوه سواء هذا الوجه المصري القديم طبعا موجود في معظم اعمال النحت والتصوير. وفي نفس الوقت بتقدم رؤيه معاصره بالنسبه للمراه. وهذه النصوص كتبت باللغه الهيروغليفيه. والعظمه هنا الشموخ يعني الشموخ الجميل. انا هنا اولا هي الوش ده تكوين فرعوني يعني تكوين المصري الطبيعي. المناخير الحاده. نعم. الشفايف اللي هي تشبه الغليظه اللي هي بتشبه كل الاشكال الفرعونيه اللي عندنا. نعم الى جانب بعض الموتيفات الموجوده حضرتك. كلمني بقى على الموتيفات. اولا هي البنت هنا مودرن جدا عصريه طبعا مصر المصر الحديثه طبعا بنت العصريه. هنا بقى الفتاه وكانها عاريه. انا واقفه جدا قدام ده لانه يعني قول لي هي كانت بتقصد ايه؟ هو حضرتك هو يعني الفكر الفنانه هنا استعاره الوحدات الموجوده في مصر القديم اللي هي مرتبطه بالجانب الوجداني والعاطفي عند الانسان المصري. هو رسمه هنا برضو ولد وبنت. واحترامه للمراه المصريه. المراه المصريه في التاريخ المصري القديم التاريخ الوحيد الذي احترم المراه المصريه وقدم في اعمال رائعه هي الحضاره المصريه القديمه. فانا استعارت هذه الوحدات لكي تؤكد الحالة الوجدانية الموجودة في الوجه اللي حضرتك شايفاه. وفي نفس الوقت العلاقة ما بين المعاصرة أو الأصالة والمعاصرة الموجودة. بس هي البنت هنا وقفتها وملامح وجهها اللي شبه جدا ملامح الوجه دي. لكنها وجهها غير مبتسم. وجهها حاد مش وكأنها عندها حالة تحدي أو حالة وقفتها حتى إيدها اللي في وسطها. ما هو حضرتك المرأة المصرية يعني متحدية. هي التحدي وهي دموم وهي كل حاجة يعني. بس إن بنت صعيدية تختار هذا الامر ده بالظبط زي اللي انا شفته عند اسراء. في حاله من محاوله كسر القيود اللي مفروضه على البنت دي والتابوهات اللي مفروضه عليهم. حضرتك في الكليه عندنا حتى في خلال التعليم الاكاديمي هو لابد ان الطالب يكون عنده الحريه سواء الحريه الوجدانيه او الحريه الابداعيه لكي يمكن ان يعبر وان تصل رسالته الى المجتمع اللي هو بيعيش فيه. خدت الجائزه الاولى اللي خدت الجائزه الاولى. و يعني اسمحي لي ان انا يعني اتقدم الشكر لمعالي السفير طبعا بدر عبد العاطي. والحقيقه ان هو اللي قال لي على المعرض. الانسان المثقف هو اللي قال لي على المعرض. اللي احنا فوجئنا بحضرته في المعرض وقدر يتامل. انا بس انا يعني اذكر الحاله اللي معالي السفير كان موجود تامل هذه اللوحه اكثر من حوالي 10 دقائق ربع ساعه لان تعايش معه. واتصل بيا يومها وقال لي انا واقف قدام لوحات لا تتخيليها. والحقيقه ان هو قال قلت له بجد قلت له الاسبوع ده هيكونوا عندنا لانه لازم نشوف هذا الجمال. حقيقي بحييكوا بحيي الجرأة. بحيي جدا الجرأة وبحيي الالوان يعني بحيي كل ده. وتعالوا نقعد عشان عايزه اسالكم بقى عن احلامكم وطموحاتكم وبتفكروا ازاي. ونشوف بقى النحت الاول. لو تحكوا لي بقى عزه احكي لي بقى النحت ده اوصفي لي. هو انا بالنسبه لي عشان انا رسالة الماجستير بتاعتي في المقرنصات الاسلاميه
عبارة عن الإنشائية أو الشكل الإنشائي للمقرنص. أنا ببدأ أستعامل معاه على شكل حديث، على شكل فن نحتي معاصر. أبدأ أطور، أخد الشكل المعماري للمقرنص اللي في العمارة الإسلامية وأبدأ أعمل منه تحليل. يعني إيه المقرنص؟ المقرنص هي عبارة عن الكرانيش اللي موجودة في الجوامع تحت صحون المآذن والقباب، اللي بتعالج التحول من الشكل المربع للشكل الدائري. الفنان المسلم كانت هي بال اجمل عماره، العماره الاسلاميه. العماره الاسلاميه. قولي لي ده اشرحي لي بقى ده، يعني هل انت شفتيه من مثلا من جامع معين، من شيء معين، ولا انت ده؟ انا اخذت وحده المقرنص كوحده منفصله، بدات اتعامل معاها، ابدا اشكلها بمنظوري انا بشكل جديد، بدات اطور فيها. خدت المقرنص دي وحده واحده بس، مقرنص وانا شايفه مقلوبة. الله دي سبحان الله، مش كده؟ سبحان الله. خدت المقرنص، عملت له عملية تكرار، وبدأت أعالج السطح بأشكال. ده جبس مش كده؟ ده جبس، وعملت له كذا فكرة. ده يعني كذا فكرة. ده برضه ده مقرنص برضه نفس النظام، بدأت أخدته حولته لشكل حديث معاصر. يعني وده مودرن جدا، يعني ده معاصر جدا، مش حاسه ان هو ده عنصر المقرنص اخدته بشكل مختلف شويه، بشكل يعني في نوع من المبالغه وفي الحجم. عايز اقول سر مدام لميس، بالنسبه للتمثال سبحان الله، الاستاذ الدكتور محمد سميع رئيس جامعه اسيوط قرر ان هو يقيم هذا العمل الفني الجميل في احد ميادين الجامعه. هايل هايل. يقيمك يعني ده البروتوتايب ونعمل عليه. طب ولو حد هنحطها نعرضها فين؟ دي مقتنيات ان شاء الله في لازم نحطها في اماكن مهمه. مقتنيات ان شاء الله مهمه جدا. طيب هتقول لي بقى على الخزف. قول لي بقى على الخزف. حضرتك انا الخزف بتاعي كان عندي مرحله ان انا بعالج مشكله. لا يعني امسكوا لي، ممكن نقف وامسكوا لي واحد واحد. اوكي اجل حضرتك اهو. انا حضرتك جت فتره لقينا حسن السويفي. حسن السويفي لقينا مصر فيها اغتراب فكري رهيب. ناس عماله تستورد فكره من الخارج. حتى الموضه في الملابس ابتدوا يستوردوها من الخارج. والناس مش فاهمه، او اللي بيقلد تقليد اعمى مش فاهم ان هو مستورد ده من الخارج. حبيت اعبر ده على فني، ان انا ابتديت احيي الزخارف والتراث اللي موجود عندنا. عندنا تراث اسلامي وقبطي وشعبي جميل طبعاً. جدا. فابتديت اشتغل على فنوتي هنا، ابتديت احيي شويه اشتغل على الفن الاسلامي. انا عندي كلمه الله مفرغه بس بشكل هندسي. دي حاجه من الحاجات اللي ابتديت اعبر بيها عن الفن الاسلامي. هنا عبرت عن الطائر المصري المشهور. احنا عندنا في كل الكره الريفيه عندنا طيور عايشه في الطبيعه في وسطينا، فجردت شكل الطائر. واكثر طائر مشهور عندنا هو الطائر الاوز اللي موجود عندنا في الكره الريفيه، بس جردته بشكل بسيط جدا بعيد عن التجريد عشان يتناسب مع طبيعه فن الخزف. هنا بالنسبه برضو ابتديت اطور شويه في شكل الطبق طقطقه. الطبق يعني هو الطبق او يعني عجباني دي جدا طقطقه. ربنا يبارك في حضرتك. ده طبق وده زي كان القواقع مثلا بالظبط كده. انا ابتديت خدت وحده القمع، ابتديت اكررها. ده عباره عن 12 وحده، ثم عندي 12 تاني هنا مكون بالظبط من 25 وحده. العمل ده الشغل ده كله ابتديت اتعامل معاه في الحرق بالاكاسيد والجليز ونطرات الفضه. ده بيبقى ايه بقى الاساس؟ هو حضرتك الاساس بيبقى طينه فخاريه زي كده من خامات كلها محليه، اما طينه من اسوان يا اما طفله محليه من الوادي الجديد. بتجيبوها منين؟ بنشتريها من اسوان، عباره عن بودره بتبقى في شكاير، ثم بيتم تحضيرها وعجنها، نبتدي نشتغل عليها، وبعد كده نبتدي بقى نصيغ بنفس فكره شغل الالوان الصين. بتعملها ازاي الالوان؟ عباره عن اكاسيد لونيه وجليز اللي هو الماده الزجاجيه. نبتدي نلون بالاكاسيد، طبعا بيبقى العمليه محسوبه بمعادلات محسوبه دقيقه بالجرام لكل لون وكل شكل، وبعد كده بنعرضها عشان يدينا البريق المعدني لحراره معينه. بالظبط كل لون من الالوان دي ليه درجه حراره معينه لازم نشتغل عليها. بعد كده بنبتدي نعرضه ونعمل فيه لمعه البريق المعدني اللي هو اشتهر بها مصر القديم، اللي هيدي احساس البريق المعدني اللي بيلمع. وده من ده احنا جايبينه من المصريين القدماء. كل طبعًا الفن طبعًا موجود من المصريين القدماء، وكل الاسرار موجوده، والناس هي اللي بتقلدنا وبتشتغل علينا. طيب وريني بقى الحاجات الثانيه برضو. هنا برضو ابتديت اشتغل على شكل النخله المصريه المشهوره عندنا، فانا خدت الشكل المشهور للفرع بتاعها وابتديت ازخرف بالمثلثات المقلوبه اللي موجوده على كل البيوت الكره الريفيه بتاعتنا. المثلثات الجميله حضرتك لو رحت شفت في النوبه واسوان، في النوبه واسوان حضرتك لو رحت شفت الصور
يعني حضرتك الواحد يشعر ان افضل من الديكور الحديث الموجود كله. وكل الديكور الحديث والمودرن هم بيبتدي ياخدوا من التراث القديم اللي موجود اللي الناس غافله عنه ومش حاسه ان احنا عندنا. احنا عندنا حاجه كبيره جدا وعندنا تراث رائع جدا، بس الناس تلتفت لده هنطلع شغل العالم هيرجع تاني زي الاول ياخد مننا مش احنا اللي بناخد منه. ده جزء، ده خزفه مستوحاه من الاحياء البحريه. طبعا انا بشوف الاحياء البحريه الموجوده عندنا في البحر الاحمر اشكال كتيره جميله، فابتديت اخد شكل الاحياء كنت مستوحي منها شفتها قبل كده، شكل المفرغ وشكل القوقعة، فابتديت اخدها واصغها بالشكل اللي موجود قدام حضرتك. جميل جميل. هنا بقى حضرتك ده عباره عن بورتريه، بس انا بعبر عنه عن الفلاح المصري، قصدت ان انا اعمله باللون الاسود من بره لان الفلاح المصري ده معجون بتنت الارض السوداء، وعملته من جوه ابيض لان كل المصريين الناس الغلابه اللي موجوده هي كلها من جوه بيضة وجميله. تحفه الفكره دي، بس احنا جوانا من بره احنا معجونين بالطينه بتاعتنا وطينه الارض، هي دي طمي النيل وجوه القلب الابيض اللي الناس مش شايفاه، الناس بتحاول تشوهه ومتخيلانا ان احنا اسود بره زي جوه، لكن احنا من جوه ابيض جدا زي الفل. والله اخر حاجه دي تصور الاكسسوار، دي عباره عن شقفيه ملونه برضو بالبريق المعدني، تصور لبدايه عمل شغل اكسسوار محلي. كل الاجانب اللي بيجوا من بره بيشتروا حاجات اكسسوار، كل اللي موجود دلوقتي حاجات صين، ابتدوا يلتفتوا كل اللي جم لشغل الهاند ميد والشغل المصري المميز بيه، فدي ممكن تبقى تجربه لبدايه اكسسوار يتعلق كده بالاحجام كلها بتاعته. دكاتره احنا ازاي هنسوق حاجه الشباب ده؟ يعني الفكره مش بس ان هم يكونوا يرسموا ويعملوا مسابقه، احنا محتاجين ان هم حاجتهم تطلع تتباع تتعرض في اتليهات في مصر تتباع. الشباب دول يعني بادره فنانين، بكره اللوحات دي تتباع ممكن باسعار كبيره، يعني ازاي هنقدر نعمل ده دكتوره؟ يعني احنا اولا كنا بنلقي الضوء عليهم بهذا الشكل الجميل، فده يعني احنا بنقول انه الصعيد فعلا كنز زي ما حضرتك قلتي، مليء بهذه المواهب، المواهب المختلفه في كل يعني في كل مفردات العمل الثقافي، يعني في الموسيقى عندي ناس يعني غايه في الجمال مواهب. عايزين بقى عايزه برضو حد، هل قصور الثقافه في القاهره نقدر ان احنا ناخد اللوحات دي والخزف ده ونعرضها؟ ما انا لازم اعمل تبادل بين قصور الثقافه طبعا. لا ما هو ده احنا بيبقى فيه نوع من التصعيد لاتليهات في القاهره، وبيبقى فيه يعني لينا نسب في عروض في القاهره بالنسبه للوحات اللي بتصعد، بس الحقيقه احنا اللي ناقصنا فعلا ان احنا يعني نلقي الضوء عليهم قوي، فده بيبان ان احنا فعلا عندنا هذه المواهب. احنا محتاجين يعني انا عندي الاف يا مدام لميس من الناس دي في كل المجالات، لكن ما حدش بيشوفنا احنا بنشتغل طوال الاسبوع. يعني أنا لما انا اعرض 16 مسرحيه في 8 ايام لكل الولاد الممثلين والمخرجين والميكانيست وكل المجموعه دي، حاجه يعني في منتهى الجمال، ومع ذلك انا محتاجه الضوء. انا يعني اتمنى من السيد وزير الثقافه انه يرعى هؤلاء الشباب، احنا محتاجين الناس دي تتعرض، وطبعا من الدكتور سعد رئيس قصور الثقافه انه يكون في يوم لشباب اسيوط وشباب الصعيد انه تتعرض لوحاتهم. يعني اللي انا شايفاه النهارده من لوحات فيها خطوط جريئه جدا، فيها تكوينات لونيه عظيمه، في خزف رائع، في يعني نحت رائع، كل ده محتاج ان احنا نلقي عليه الضوء. صحيح الصعيد مكان مهم، بس انا محتاجه اطلع ده للعاصمه، محتاجه ان ده يتشاف بشكل اكبر. عاملين ده، عاملين ليله في الهناجر، يعني كنا هنعملها في الاوبرا بس كانت مشغوله، عاملين ليله في الهناجر ان شاء الله اسمها ليله من الجنوب، ويمكن مركزين على شغل اسيوط، بس الحقيقه انه مش اسيوط بس، يعني اسيوط والمنيا والسوهاج والوادي شباب جديد. انا عايزاكم تطلعوا تقفوا معايا كده عشان الحقيقه عايزه كل الجمهور يشوف ان ده شباب، يعني شباب الصعيد الواعد، لما زي ما احنا بنقول انه عندنا نماذج مش عبقريه، عندنا ناس بترتكب اخطاء، ناس بترتكب اخطاء في حق هذا المجتمع، عندنا ايضا ناس بتبدع في حق هذا المجتمع، فتيات يعني جميلات يعني محتشمات ومحجبات بيقدموا أجرأ فن شفناه من فترة طويلة، شباب عنده أمل في المستقبل، عايز يلاقي فرصة للمستقبل، دول شبابنا الحقيقي اللي احنا محتاجين ان احنا ننور عليهم ونديهم فرصة. في سريعة جدا بقى
كل واحد بيحلم بايه؟ تحلمي بايه؟ انا احلم ان انا اعمل حاجات جميله جدا تكون يعني لها قيمه في المكان، يعني يبقى فيها عمليه تخليد ليها زي ما في فنانين كبار قبل كده في حاجات بتتخلد ليهم. مين مثلك الاعلى في النحت؟ والله انا في الفن الحديث الدكتور منصور على فكره، يعني لانه استاذي بصراحه هو اللي حببني في النحت، يعني انا بصراحه يعني الفضل كله بعد ربنا سبحانه وتعالى يرجع للدكتور منصور. يعني اسراء بتحلمي بيه؟ هو انا بحلم بالحريه، يعني ان او الثقه في عقل الانثى، يعني انها تقدر تعمل وتروح وتيجي من غير ما حد يخاف عليها او كده. بحلم بالحريه، على فكره دي مش كلمه سهله، ودي كلمه عظيمه جدا. حسن بتحلم بايه؟ نفسي يكون عندنا ثقافه حوار، نفسي كلنا نسمع بعض. انا شايف دلوقتي محدش بيسمع التاني، ولا حد عايز يتفاهم مع التاني، ولا عندنا خالص ثقافه حوار. نفسي ترجع تاني ثقافه الحوار. حضرتك ليك راي وانا ليا راي. انت نفسك فيه؟ نفسي يكون عندنا ثقافه حوار مع لا بعض. لا انت نفسك لنفسك في ايه؟ في الفن. نفسي الشغل اللي زي اللي احنا بنعمله، اللي احنا بنطور بيه عشان نلغي فكره الاغتراب اللي داخل عندنا. حد بقى ياخد بايدينا ويطلع بينا وينمي الهويه المصريه اللي طالعه في اعمال الفنانين، بدل ما عمالين نستورد فكره من الخارج. مي نفسك في ايه؟ نفسي نهتم بالفن في الصعيد اكتر من كده. يعني احنا بنواجه صعوبات كتير جدا عشان نعرض لوحه او عشان نشتغل او عشان حاجات كتير. نفسي يبقى عندنا جاليريات، عندنا ناس تتذوق الفن، يعني مش تدخل تدخل المعرض تحس ايه ده، يبقى في منهم صغيرين الجمهور اللي بيخش بيقول ايه دي بنت عريانه، ايه دي مش عارفه ايه كده. لازم يبقى في وعي منهم الصغيرين فن. اهاليكوا بيشجعوكوا؟ طب انا بسال بنات بالذات، اهاليكوا بيشجعوكوا ولا لما بترسمي لوحه جريئه بيقول لك لا 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 طبعا بالعكس، بابا اكتر واحد بيشجعني كمان في البيت. انا بحيي بابا بصراحه اللي شجعك بصراحه. حسين نفسك فيه؟ انا نفسي يعني نظره للصعيد اعلاميا، وطبعا شكر لحضرتك يعني استضافتنا يعني الست السفير. كمان عايز الدوله تحترم الفن وتحترم رساله الفن. وانا نفسي ان احنا ما نعملش الحلقه دي بس، ونفسي ان احنا نفسي ده قوي طبعا. انا بشكركم طبعا جدا دكاتره دكتور منصور دكتوره فوزيه. انا نفسي ان احنا ما نعملش الحلقه دي بس، ويبقى دايما عندنا هدف انه لو احنا للاسف بننور على مشاكل، فدول الامل اللي عندنا ودول الحلم الجديد. وفي واحده بتحلم بالحريه، في اجمل من كده ايه ان يبقى بيحلموا بالحريه؟ بشكركم. وحضرتك هتلاقي كتير قوي لو جيت لنا. طبعا انا بشكر حضرتك واسمحوا لنا ان احنا نسقف. طبعا بشكرك. لا ازاي، ده الفضل ليكم. وفي نفس الوقت يعني اتمنى لاسيوط اقامه الملتقى الدولي، يعني يكون الدور اللي جاي في اسيوط، وبستاذن الساده المسؤولين تخصص الملتقى الدولي للفخار في اسيوط الى جانب اقامه سمبوزيوم فن النحت على ارض اسيوط كما هو موجود في اسوان، الى جانب بقى بنالي الفن وصوره. الصوره لم تجسد في اعمال الفنانين حتى الان، فنتمنى من السيد وزير الثقافه، من الساده المسؤولين، ان احنا وبسرعه شديده جدا عشان خاطر المزاج الوطني، نقدر نطور المزاج الوطني للانسان المصري ونرجعه تاني يرتبط بارضه ويرتبط بوطنه. بشكركم شكرا جزيلا. ونخرج فاصل، وبعد الفاصل بقى عندنا ايه، تحطيب، هنشوف التحطيب، وايضا شباب من الصعيد جمعيه تنميه الصعيد. بشكركم. شكرا جزيلا. شكرا حبيبتي. شكرا. Thank you.